مساء الفل حبايبي، أهلا وسهلا بكم. اليوم لفت نظري هيك عم اسمع بعض أغاني، ما شاء الله اليوم الكورد خارب الدنيا. نغمة حلوة فعلا، نغمة الكورد نغمة حلوة، لكن أنا بس بدي أعقب شوي لو سمحتوا لي. بشوف أحيانا مناظر عصافير، بتشوف الله سبحانه وتعالى حاطط فيه ألوان ساحرة، عند عنكوشي، عند منقاروشي، عند جوانحوشي، كالطواويس، كالببغاءات. سبحانك ربي على الألوان، شو هالألوان، شو هالألوان الحلوة، غصبا عنك بتطلع هيك بشدك. أنا بشبه الموسيقى هالنغمات الكثر لها الطيور الملونة. يعني بلا أنت ما تعطيني لون، بشوف أنا حمامة بيضة مثل ما قال ملحم، حمامة بيضة، حمامة زرقاء، حمامة حلوة. بس قلت لكم الطائر اللي فيه كل هالألوان، يعني قوس قزح، بشدك أكتر، بياخدك أكتر. بهالمعنى منشوف قديما الكبار العظماء، سننبدأ كورد ثواني بيطلع على نغم تاني، ثواني بغير بغير بغير، بيعطيك التلوين هذا، هالتلوين هذا بيعشقك. يعني انت انتقلت من هون لهون، بضل ساحرك سحر. لون واحد بتمل. يعني انا والله بدي اسمع صبا، كان في مطربة بتغني، بتغني غير على مقام الصبا، مللك مللك، كله بكاء، عم يبكي نغمة الصبا، عم يبكي عم يبكي. يا اخي الصبا حلوة، تجي راكبي بمحل، انتقلت من بيات عصبة، انتقلت من رصد عصبة، من حجاز، حلوة كتير، بتبين بقى شخصية المقام أجمل بكتير، غير ما يكون كله لون واحد. نشوف نحن في عالمنا اللي عم نعيشه، العالم العربي، ضل أنا بقوله يعني بألم، إنه نحن أكتر شيء اللي عنده هالتفرعات في الموسيقى وهالزخرفات هي الأمة العربية، لا الغرب ولا الأتراك ولا الفرس، هدول بالدنيا اللي عنده الموسيقى. طيب نشوف هلا نحن العرب كله متجه على تركيا، طبعا مع حبي للشعب التركي لانه انا بحب كل الناس، تركيا بلد حضاري، لكن يعني ما ضل غير نغمه الكورد. بعد تسمع هذا بتجيب له كورد، هذا كورد. اليوم عم اسمع ست اغاني ما تطلع لك شو كله كورد، ولا ايه اللي براسي ملزق على الكورد؟ يعني كله لحق، ترك الدنيا ولحق هالنغمه، نغمة واحدة. يا خي النغمات حلوة، انت اليوم لما بتلحن على نغمة واحدة، بس على نغمة واحدة، مانك ملحن، مانك ملحن. انا بدي انت كل ما عملت حركة توقفني على نغمة، تاخدني على شغلي. يعني تلاقي واحد ما يغني على الرأس، اخدني سازكار، نزل اخدني سوزناك، رجع رجعني رصد، كلهم هدول من قلب الرصد، غير ما يعملوا رصد من الدولة الدو رصد، عمل لي سوزناك وعمل لي سازكار وعمل وعمل. إذا هذا فنان، الصوت بيصير فيه ثقافة أكبر، واللحن بيصير أجمل، بيصير أجمل بكتير، أجمل بكتير. يعني مثل الواحد يعني مشوب وجاي دولابها وهيك، ساعة بيجي نسمة خفيفة، ساعة أعلى، ساعة كذا، بتضل مريحته. أما حتى كل بوجهه على نفس النمط يوجعه راسه. هاي النغمات، تدوير النغمات، تدوير النغمات، تدوير الكلام، تدوير المعاني، أي شيء هذا بيصير له معنى وبيصير له لغز، بيصير محبب للقلب. لذلك بتلاقيه كله نشحد غنيت كورد، والله أوه هاي النغمة مطلوبة، أبا يغنوا غير على الكورد. نشحد بيات، أبا يغنوا غير على البيات. قلنا البيات فرح، والبيات سهل، وفي سهل ممتنع. ما تفكروا البيات كل الدنيا لحنت على البيات، لأنه مقام جميل كتير، الكورد جميل كتير، الحجاز جميل كتير، كلهم كلهم ما في حدا بيمحي التاني، كل واحد أجمل من التاني، كل واحد لون أحلى من التاني. الأجمل إنك لما بتعمل لحن أو عم تغني وبتمرق صوتك أو هاللحن على هال بانوراما بالتلوين، أو اللي هو
قوس قزح ملون رباني، هذا بيكون اسمه فن جميل ومضيء ومريح للروح. أما كله نغمة واحدة، ما في نغمة واحدة قد ما تكون حلوة. أخي العسل، العسل فيه أطيب منه، شاد فيك تأكل عسل؟ العسل ما في أحلى منه، أنت آكل أو شيء اشتهيت عم ملعقة عسل، ملعقة واحدة يا سلام، مش قديش إلهون مكان العسل. أما بتروق عسل وبتغدى عسل أكيد ما هو كويس. أنا ملاحظ من التسعينات، يعني من 25 لـ30 سنة، لما الناس دخلت على الفن التركي، إن الفن التركي له تاريخ ما حد فيه محي. بس ما تنسوا إنه الأتراك إني بيعشقوا روح الموسيقى الشرقية، وقلت أنا بعدة حلقات عندهم الموسيقار العربي المفضل بتركيا هو المرحوم فريد الأطرش، موسيقار الأزمان. حتى في مطربين مطربات بيغنوا له أغاني. طيب أنتوا اليوم أنتوا شرقيين، طيب نحن عندنا مقام الرصد، عندنا مقام الحجاز، لب العروبي، لب الشرق، ليش ما بتلحنوا عليه؟ وبيطلع معكم غير كرد. الكرد كان وشاح الأحزان. أنا بشوف الكرد لما بيدخل عبد الوهاب بألحانه بالكرد، لما بيدخل فريد بألحانه بأول همسة وما شابه لا وعيناك بالكرد، بتشوف وشاح الأحزان. هو الكرد مقام عم يقول لا وعيناك يا حبيبي لم أعد فيك هائما. واحد في حزن في ألم، حولوا هاي النغمة إلى فرح إلى دبكي. صارت الكرد بيدبكوا عليا بطريقة مدري منا، نسلوا نغمة على نغمة كيف خلطوها ببعضها. ومنشوف اليوم الأغلب أنه الكرد حولوه عم يغنوا على الفرق النورية، ما بعرف شو بيسموها، طبعا بدون منزغ، غير النور كمان عندهم في شيء حلو. يعني أنا كل واحد عنده حلو، في شيء عنده كل إنسان في شيء عنده، واحد أكبر من التاني، واحد أعظم من التاني. بس أنا بحب أسمع كل شيء، حتى السوداني اللي هو الخماسي في عندهم شيء. السودان لونهم وأرضهم وترابهم وشجرهم، والله خالق لهم موسيقى في من بلده، تسمع شو بيعملوا. الأمريكان لما عملوا الجاز وما أمثاله و حتى. لكن منشوف نحن دائما متعصب، هذا الموسيقى الشرقية هي الأجمل والأوسع. يعني الغرب كان عندهم ثقافة عالية، قدروا بالماجور والمينور يعملوا لك هالهالي الكبيرة بالموسيقى، وكانوا يسمعوا مين عنده عظمة في الشرق، يندوروا يسمعوا. لكن يعني ليش المرحوم فريد غنوا له أغاني يعني رايبينه أو لا، غنوا هذا اللحن الشرقي شده. ما بتعرف كم مطرب، كم لغة، كم لهجة غنت ألحانه، لأنه هذا نغم شرقي أصيل. الأتراك كذلك الأمر، أخذوا من هذا النغم الشرقي الأصيل. نحن اليوم فضت الجعبة تبعنا، اتجهنا كتير مطربين في لبنان ونجوم أخذ اللحن مثل ما هو وركب عليه كلام. يا حبيبي قول أنا هذا اللحن لفلان، هذا لحن لفلان، مو لحن فلان، إعداد فلان، قول الحقيقة. يعني ليش منشوف الأغنية الفرحة الشعبية اللي فيها حركة كانت على نغمة البيان، منشوف الكرد نالكم كيف دخوله في شيء لمحة من الحزن من التقل، حولوه فرح. يعني هدول عباقرة علماء، شو ضافوا له؟ عم قيسوا أنا نفس الأبعاد، إذا كان على الدو يعني على الرصد بيسموها الساتو سي ميلاري بيمول، أربع بيمولات، عم طلع الساتو واحد عم يغني عدو، والله الساتو أربع بيمولات، شلون حولها؟ ما أدري شقد عبقري هذا. مثل واحد والله ما يحول نغمة بكاء صبا إلى أم إدبك على الصبا، ما بعرف. يعني في شيء تشوف أنت بالحجاز في وقار، في خشوع، بتشوف في الرصد في استقامة، في طريق منير، طريق أخدك هيك
جميل، راقي، بيات، أنا مبسوط، فرحان، عم رقص، عم تبوك، مكيف، صبا في مدح حزن، عم بكي. الكرد وشاح الأحزان الثقيل، واحد حزين متشيك هيك، حاط جرافي سودا، حاط نظارة، مبين من شكله إنه هو حزين. الصبا واحد عم يبكي، مبين ميت له حدا أو صار معه شيء، عم يبكي قدام عينك. كل نغمة بتعطيك تفاصيل تبع نهوان، بتعطيك رقي، انت راي هيك مشوار بايام الربيع كذب. العجم بيعطيك نوع اخر، يعني كل نغمه في انت بتصورها براسك، بتشوف ملحنين القدامى لما بياخد الكلمه بيعشق الكلمه، شوف شو بيتجاوب مع هذه الكلمه، هذا هو اللحن، بيصير اسمه اللحن الخالد. اما نحن اليوم كله تجاره، اي شيء عندنا تجاري، اي شيء بيجلب اموال خلص هذا هو الاساس، او بيقول لك الناس بدها. عبد الوهاب والصنباطي وفريد وبليغ والموجي والقصبجي ما كانوا يقولوا الناس شو بدها، كانوا يقولوا نحن بدنا نعلم الناس تسمع، انه انا مو اختصاصي، انا سميع بسمع، انت اللي بدك تخليني اسمع والحقك. اذا غيرونا بقى بالكورت، الله يخليكم، بعدين غيرتوا كل شخصية الكرد، ما عاد كرد، صار بدنا نسميه اسم تاني، اسمع عم يطلع معي. على كل، الله يديم النغم الجميل ويديم الأذواق الحلوة ويديم كل واحد بيترك بصمة في هذا الزمن، لأنه الإنسان قلت لكم ضيف، تبقى ذكرياتك وأعمالك هي اللي بتكتب وبتحدث الواحد عنك، وبعدها بيرحموه. كيف عم نرحم العظماء وعم نعيد ذكراهم ونحكي عنهم؟ لأنه تركوا لنا هذا الكنز الجميل المبرو، عم نعيش نحن على ذكراهم، رحمهم الله ورحمنا الله جميعا. ونلتقي إن شاء الله إلى الأجمل والأجمل إن شاء الله. شكرا لإصغائكم حبيب، شكرا.